أحسن الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجي لديه 3 زوجات ولكنه لا تقول أحسن الله عليكم زوجي لديه 3 زوجات ولكنه لا يعدل، فماذا أفعل؟ إذا كان ما ندري إيش قصدها بالعدل، هو قصدها أنه قصر في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، الطالب بحقها، الطالب بحقها. إذا كان قصر في أحد هذه الأربعة فتطالب في حقها. نعم.